بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم. مساء الخير دكتور فاروق، زي حضرتك؟ اهلا، مساء الخير، اهلا بيك. انا اسمي ايمن صالح، وانا استاذ قلب كارديولوجيست، وحاليا نائب رئيس جامعه عين شمس للدراسات العليا والبحوث. ممتاز. طبعا من المتابعين لحضرتك على مدى رحلتك الطويله الملهمه، وطبعا الدكتور فاروق الباز مش محتاج نقدمه يعني، انما لو كان هنقدمه احنا معانا حضرتك طلاب مرحله جامعيه اولى، وفي ناس اونلاين من، وفي معانا اساتذه وكلاء كليات كلهم يتطلعوا طبعا لان هو الحديث حضرتك. انا هقول حاجه واحده، نسيب التقديم الرسمي للدكتور ريم الكبريتي. دكتور ريم الكبريتي استاذ في التخدير العام مركزة، وهي ابنه استاذنا المرحوم الدكتور الكبريتي استاذ امراض نساء ولاده، وهي هتقدم حضرتك فورمالي. ولكن انا احب اقول للاجيال الاصغر ان دكتور فاروق طبعا هو استاذنا، هو بالنسبه لي هو يمثل مثال المصري المجتهد المثالي اللي كان له قبله عقبات لكثيرين ممكن تبقى محبطه، ويقول طب خلاص بقى سيبنا من العلم، ولكن هو اصر ان هو اللي عاوزه يعمله ايا كان، ولم يستسلم للاحباطات، واصبح الدكتور فاروق الباز منذ يعني ملء السمع والبصر من 40 سنة، مش من امبارح ولا السنة اللي فاتت. ده بالنسبة لي دكتور فاروق الباز، وهو حكاء. لو ما بيبقى عنده وقت وتسمعه، سواء بتسمعه تاريخه أو تسمعه كلامه عن أي موضوع، هيبقى كلام دائما ممتع جذاب. هسيب الدكتور ريم كبريتي هتقدم الدكتور فاروق من ناحية المهنية. مساء الخير على حضراتكم الحضور الكريم. تتشرف جامعة عين شمس باستضافة العالم الجليل، وهو من أبرز علماء مصر والوطن العربي الذين حملوا اسم مصر في الخارج، فكانوا فخرا ومثلا يحتذى داخل مصر وخارجها. يشرفنا أن نرحب اليوم بالعالم الجليل الأستاذ الدكتور فاروق الباز، ابن مصر وابن جامعة عين شمس. ولا شك أننا جميعا نعلم أن العالم الجليل الدكتور فاروق الباز تخرج في مدرسته العلمية الأم، وهي كلية العلوم جامعة عين شمس في تخصص علم الجيولوجيا، حتى نجح أن ينقل أول رسالة عربية من الأرض إلى سطح القمر خلال رحلة أبولو 15. وكان ولا زال ابنا برا لوطنه ولجامعته، فكانت له أيادي بيضاء على شباب جامعة عين شمس بوجه خاص حين أهدى أبنائها المتفوقين من طلاب كلية العلوم جائزة مالية سنوية تمنح للتميز العلمي باسمه للطالب والطالبة الأوائل على الكلية في كل عام. وشرفت جامعة عين شمس بمنحه الدكتوراه الفخرية في عام 2018، ثم وقعت الجامعة مع سيادته اتفاقية أستاذ زائر في عام 19. ولا يزال نهر عطاؤه متواصلا، وها نحن اليوم نشرف بأن نجلس في حضرته نتعلم دروس الماضي ونستلهم الحاضر ونستشرف المستقبل. إن شاء الله حضرتك منورنا، وهنبتدي الـ topic بتاع حضرتك، إن إحنا we are going to discuss how to measure college graduate success the case of NASA management. وحضرتك تتحدث باللغة العربية ولا الإنجليزية؟ العربية. العربية أحسن. العربية أفضل. العربية أفضل بحيث ضمان هو كل اللي معانا مبدئيا في القاعة هم يعني طلبة وطالبات. مصريون يتحدثوا العربية. معانا طبعا استاذه لغه انجليزيه، انما برضو حضرتك نفضل اللغه العربيه. اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا لك، اكرمك الله. وانا سعيد جدا، وانا سعدت كثيرا عندما اتصلت بي الاستاذه الدكتوره ريم، لاني اعرفها من مده طويله، واسعد جدا بلقائها. ولذلك فقلت طبعا اول حاجه على ان انا في اي فرصه اكلم زمايلي وأبناء الطلبة والطالبات في جامعة عين شمس يشرفني ذلك وأسعد به. ليه؟ لأن أنا من ولاد عين شمس، أنا تربيت في جامعة عين شمس. كل الهيصة اللي أنا عملتها دي مبنية على أساس أن التعليم بتاعي في جامعة عين شمس كان متميز جدا، وإحنا كلنا كنا طلبة بنهتم بالعلم والمعرفة، لأن أساتذتنا كانوا محترمين للغاية وكانوا بيحثون على ذلك. إحنا على أيامنا كان بيدرس لنا الدكتور عبد الحليم منتصر، والدكتور محمد إبراهيم فارس، الدكتور مراد ابراهيم يوسف، الدكتور محمد غيث. الدكتور مراد ابراهيم يوسف ومحمد غيث الاثنين دول كانوا هم مسؤولين عننا كليا وتماما، والدكتور فطين في الكيمياء. يعني كان عندنا اساتذه
كانوا بيحسونا على العمل، وكنا بندرس الكتب اللي كان الولاد الأمريكان بيدرسوه أو الإنجليز في أي حتة. معناها إن إحنا كنا حقيقة يعني رأسنا برأس أي طالب. أنا ما تعبتش أبدا لما روحت أمريكا عشان أخذ الدكتوراه، لا كانت رأسي برأس أي واحد في أي طالب من الطلبة والطالبات اللي موجودين هناك. ولا في الجيولوجيا ما كانش فيه طالبات حقيقة في أمريكا، فكل رأسي برأس كل بقية الطلبة هناك. معنى ذلك إيه؟ إن التعليم بتاعي في جامعة عين شمس هو كان الأساس بتاع النجاح بتاعي، ودي حاجة مهمة جدا. يعني أنا اتعلمت إزاي أجمع علم والمعرفة بنفسي، لأن أساتذتنا حثونا على جمع العلم والمعرفة. ما كناش بندرس عشان ننجح في الامتحان، كنا بندرس عشان نتعلم، ودي أنا في نظري كانت حاجة مهمة جدا. وكان يعني الإثبات ذلك إن أنا لما روحت أمريكا ودخلت على الجامعة في مدرسة المناجم والمحاجر اللي هي صعبة جدا في ميزوري، ما بيخشاش إلا مهندسين المناجم المحترمين وكويسين، وأنا في رأس المناجيولوجي مانيش مهندس، وتعلمت ودخلت معهم وكنت راسي براسهم، لأن الأساس بتاعي الأساس العلمي بتاعي كان كويس، وكنت متعلم أجمع العلم والمعرفة إزاي زي ما كنتش عارف. كنت أروح الكتب والمكتبة وأقعد وأذاكر فيها، لأن أساتذتي بتوع جامعة شمس عين شمس المحترمة كانوا معلميني أجمع العلم والمعرفة إزاي. لذلك فأنا يعني ما زلت أحيي جامعة عين شمس كلها، من الدكتور المعيني الدكاترة الكبار اللي موجودين النهاردة والأساتذة اللي مش موجودين النهاردة، بس يعني معناها إن جامعة عين شمس علينا أن نحميها وأن ندعمها وأن نرقى بها لكي تبقى كما كانت واحدة من أعظم جامعات العالم. وأنا في نظر إن الحديث بتاع النهاردة ده كويس جدا للمجتمع نفسه، لأنه بيحثنا جميعا على إن إحنا نعرف إزاي الواحد يتعامل مع العلم والمعرفة، وإزاي الواحد يتعامل مع المجتمع. كل الحاجات اللي إحنا سمعناها النهاردة في المؤتمر واللي هنسمع بعدنا كلها دي مهمة في إزاي نتعامل، إزاي نفهم، وإزاي نعرف، وإزاي نتعامل مع العلم والمعرفة دي في كذا. ليه؟ لأن أنا كنت لما شاركت ناسا بقيت ألاحظ بشكل يعني متميز إزاي الإدارة بتاع ناسا دي ماشية، إزاي ناسيا ماشية بتعمل كده وبتقرب قوي على السوفييت اللي كانوا عاملينها. ليه؟ لأن أنا كنت طالب في الجامعة المكان الأمريكان كلهم عارفين إن السوفييت سبقوهم. أول رحلة فضائية كانت 57، كانت رحلة اسمها سبوتنيك 1 وبتلف حوالين الأرض، وبعدين جات سبوتنيك 2 وهتبقى 3 وهيبقى حاجات تانية كتير، وكل ده كان في أواخر الخمسينات. يعني لأن سبوتنيك الأولانية كانت في نوفمبر 1957، وكان الأمريكان كلهم مرعوبين يقولوا الله في حاجات بتلف في الفضاء حوالينا وإحنا ما نعرف، وإحنا لسه ما نعرفش يعني إيه فضاء، ما عملناش أي حاجة في الفضاء، والروس سابونا إزاي وسابونا ليه، وبعدين هم حذبونا من فوق بالصواريخ ولا إيه، كان ده كلام الأمريكان العاديين. فكان فيه يعني فرق كبير جدا، كانت أمريكا غير متقدمة وكانت روسيا سبقاهم بكتير قوي، الاتحاد السوفيتي كان. فكان فيه تخوف كبير جدا. بعدين بدأوا يغيروا الموقف عشان يلحقوا بالروس ويسبقوهم. عملوا إيه؟ كان فيه رئيس الدولة في ذلك الوقت كان دوايت أيزنهاور، كان هو جنرال وكان هو رئيس الجيش في أوروبا، واللي هم نجعوا عن الألمان كذا ورجع يعني من أمريكا وهم هيصين وكذا كذا، وعملوه رئيس دولة، انتخبوه رئيس دولة دوايت أيزنهاور سنة 56، وهو بعدين هو في سنة 57 لما شاف الحكاية دي جاب الناس بتوعه وقال إيه كده، فين يا أخواننا، فين الموضوع الفضاء، إزاي الروس سبقينا، ده رئيس الدولة بيسأل فين مشاريع الفضاء بتاعتنا، فين، ازاي الروس يسبقونا. قالوا له لا يا فندم احنا ماشيين كويس خالص، واحنا كل حاجه تمام التمام، وعندنا ثلاث مؤسسات بتشتغل في الفضاء. قالوا له فين، قالوا له واحده في الطيران وواحده في البحريه وواحده في الجيش، يعني ثلاث مؤسسات فضائيه بتشتغل
مترتب عشان امريكا تعمل في الفضاء ايه. الرجل اللي هو رجل بتاع جيش وكان الفريق قال لهم انتوا عارفين عندكم ثلاث مؤسسات بتشتغل عشان كده بالذات الروس سبقونا. شوف يا سيدي انت هو انت المؤسسات دي الثلاثه دي مدام ثلاثه واحده في الطيران واحده في الحياه واحده في الجيش هيخبوا على بعض وكل واحده منهم عايزه تبقى الاولانيه اللي تعمل فهيخبوا على بعض ويخربوا على بعض. الشغلانه دي ما تشتغلش في الجيش يا عزيزي انت هو. اجمعوا الميزانيات بتاعه المؤسسات الثلاثه دي والغوهم جميعا واجمعوا الفلوس اللي انتوا بتعملوها بتديهم دي واعملوا مؤسسة مدنية ملهاش دخل بالحاجات السرية بل العسكرية عشان تعمل لنا مشروع فضاء. وانا بقول لكم مدنية ليه؟ عشان تستفيد من كل العلماء والخبراء في جميع الجامعات بتاعتنا وجميع المعاهد العلمية والبحثية بتاعتنا. وده كان راجل كان رئيس الجيش الامريكاني، معناها ان ده راجل جيش انما عارف ان دي مش شغل الجيش، دي مش شغل في حاجه سريه، دي شغل المفروض ان يبقى فيها ناس مدنيين بيشتغلوا بيفكروا بينشروا بيعملوا كذا وكذا ولازم يستفيدوا من كل العلم والعلماء اللي موجودين في الدوله كلها في الجامعات وكذا. يبقى ما ينفعش سري وما ينفعش جيش، دي لازم تبقى حاجه مدنيه محترمه وكويسه. جمعوا الميزانيات بتاعه الثلاث مؤسسات العسكريه دي وحطوهم كلهم في المؤسسة المدنية اللي سموها ناسا. فده كان أحسن خطوة اتعملت اللي هو اختيار المؤسسة. انت عايزين تعملوا حاجة مين اللي يعملها؟ هو ده كان عندهم ثلاث مؤسسات وبعدين رئيس الدولة عندهم بلاش كان بفرق يعملوا مؤسسة واحدة مدنية لأنها عشان تستفيد من الأساتذة والعلماء في كل الأماكن البحثية بتاعت في أمريكا. دي كان مهمة جدا. جه بعده الرئيس كينيدي وانا كنت وصلت امريكا لما الرئيس كينيدي بقى رئيس رئيس الدوله. يعني انا وصلت في 30 في في جامعه ميزوري دي في 30 ديسمبر 59 ويعني هو كان بقى رئيس الدوله في 1 يناير 1960. وانا سمعت المقاله بتاعته في قبوله للرئاسه رئيس كينيدي. كنت لسه طالب ولسه واصل وكذا وكنا طبعا الرئيس كده هيقول حاجه فكلنا اتجمعنا على التلفزيون عشان نشوف الرئيس هيقول ازاي. ما كانش عندنا تلفزيون طبعا في انما في تلفزيون في 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 النادي الطلبه في في الجامعه فروحنا قعدنا عشان نسمع رئيس الدوله بيقول ايه. فقال لهم حاجه من الحاجات اللي هو اتكلم عليها قال ان احنا كامريكان هنبعت الانسان الى القمر ونعيده حيا خلال هذا العقد من الزمان. معناها ايه؟ تحديد وقت محدد. معناها بيقول ايه يعني؟ يا كشله بتاع ناسا دي اللي احنا عملناها ايزنهاور عمل بتاعه ناسا دي، انا بقول لكم ايه بقى؟ انا بقول لكم لازم تخلصوا الشغلانه اللي انتوا عايزين تعملوها دي، تروحوا القمر وتبعتوا رواد القمر وترجعوهم قبل ما 1960 تنتهي. انتوا طبعا كلكم فاكرين ان رحله ابولو 11 اللي راحت القمر ورجعوا الرواد كانت في يوليو 1969. يعني يا دوبك كده قبل 1970 تبتدي. وده مهم جدا تحديد الوقت لانهاء العمل. هتخلص الشغله دي امتى؟ ايوه انت بتكتب مقاله هتخلصها امتى؟ ولا تسيبها مفتوحه تقعد تكتب مقاله في سنتين ثلاثه؟ ما ينفعش. هتخلص الشغل اللي انت هتذاكر عشان الامتحان في يناير، هتخلص المذاكره امتى؟ ده مهم. كل واحد لما يعمل حسابه كده ازاي نعمل؟ فالاول حاجه كان اختيار المؤسسه الصح، تحديد الوقت المحدد. نمره ثلاثه بقى اداره المؤسسه. ودي حاجه مهمه جدا لان انا شفت ادارات في مصر ما لهاش عدد ولا واحده فيهم كانت ماشيه صح، يعني الادارات اللي انا بشوفها الحقيقه في العالم العربي مش بقول في مصر بس. يعني قليل من جدا منها اللي الواحد يعتبرها اداره صح. انا كنت بشتغل في اداره ناس في واشنطن، يعني شغلتي كان في انا كنت بروح على هيوستن على الاقل مره او مرتين في الاسبوع
أو مراكز أخرى، لكن الشغل بتاعتي كان في إدارة ناسا، يعني جنب رئيس ناسا والشلة اللي حواليه. فكنت بلاحظ بالضبط إيه اللي بيحصل، الرئيس ناسا ده والرؤساء البرامج بتاعت ناسا بيشتغلوا إزاي، وإزاي الحاجات دي الخطط بتاعتهم بتكمل واحدة وراء التانية دي. لأن قبل أبولو كان في حاجة اسمها لونر أوربتر، وبعدين واحدة سيرفير، وبعدين رينجر، يعني ثلاث مؤسسات، يعني ثلاث برامج. قبل أبولو كان في ثلاث برامج مهمة جدا بتهيئ الأمر لأبولو، لنجاح أبولو. فإدارة المؤسسة بقى إزاي؟ كان رئيس ناسا اسمه جيمس ويب، اللي هو الاسم بتاع القمر، المحطة الفضائية اللي هتشوف الفضاء دي وهتشوف النجوم في البتاع دي بتاعت ويب، ويب تلسكوب، متسمي باسم رئيس ناسا القديم، أول رئيس ناسا محترم ده جيمس ويب. فعشان أنا في الإدارة ناسا كنت بعرف يعني إزاي جيمس ويب ده بيمشي شغلنا إزاي، بيعمل إيه. جيمس ويب ده اللي هو رئيس ناسا، كوماندان بتاع شلة ناسا، رئيس الناسا اللي في واشنطن واللي في هيوستن وفي كاليفورنيا واللي في ألاباما واللي في فلوريدا، يعني عندهم خمس ست مراكز. هو شغلته الوحيدة الراجل ده انه كان بيلف على جميع المراكز دي سنوي، يعني اسبوعيا، اول يوم في الاسبوع كان يحضر، يوم الاثنين يقعد يقرا تقارير ويمضي كل الجوابات بتاعه الاسبوع اللي فات، وبقيه الاسبوع بيلفلف على كل المراكز دي واحده بواحده. ولما يلفف على جميع المراكز مش بيروح لرؤساء المراكز، لا، كان بيروح يقعد مع رؤساء الاقسام الصغيرين اللي لسه كل واحد منهم يعني بقاله سنتين ثلاثة في الشغلانة دي، وهو رئيس قسم وعنده أربع خمس شبيبة بيشتغلوا معاه. فيروح يقعد يجمع رؤساء الأقسام ويقعد معاه ويقول رؤساء الأقسام ما يلي، رؤساء الأقسام، ودي مهمة جدا. شغلتكم الوحيدة أنتوا تخلي كل واحد بيشتغل معاكم ينتج أكتر ما هو يعتقد أنه قادر عليه. لو انت رئيس قسم سبت كل ما مشيت الدنيا كويس قوي وخليت كل الناس اللي بتشتغل عندك انها تنتج كل اللي هي بتعتقد انها قادر عليه، يبقى انت فاشل وما تنفعش رئيس. لكن رئيس القسم عليه ان هو يدعم ويشد من أزر كل واحد بيشتغل عنده لكي ينتج اكتر ما هو يعتقد أنه قادر عليه، ويقول لهم إيه؟ إحنا لو كل واحد مننا عمل اللي هو يفتكر أنه هو يقدر يعمله، روسيا هتسبقنا وهيروح الأمر وإحنا هنبقى بمصيبتنا. طيب مش هنوصل الأمر ولا هنسبقنا روسيا إلا إذا كل واحد بيشتغل عندكم أنتج أكتر ما يعتقد أنه قادر عليه. يعني دي شغلتك الوحيدة رئيس قسم، مش تقعد تمضي ورق، لا، انك تروح مع كل اللي بيشتغل عندك وتدعمه وتقول له يا ده انت هايل جدا، انت مش تقدر تعمل دي بس، لا ده انت تقدر تعمل اكتر من كده بكتير، ده انت ممتاز، ده انت ما فيش حد زي انت كده، ده 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 الشغل ده. ودي شغلة رئيس القسم، مش يمضي الورق، لا، دي شغلة رئيس القسم، انه يدعى ويشد من أزر كل الناس اللي بتشتغل عنده لكي ينتجوا اكتر ما هم يعتقدوا انهم قادرين انهم يعملوه. فدي اسمها الإدارة. نمرة أربعة، دعم الشباب. أن كان كل الناس اللي بتشغل الشغل الحقيقي في ناسا يدوب متخرجين من الجامعة بقالهم سنة وسنتين ونص. دي الحقيقة كانت يعني غريبة جدا. كل ما الواحد يروح، كل ما أروح على أي مكان في ناسا أشوف ناس أنا بعتبرهم كتاكيد دول طلبة، يعني أنا مع أن أنا كنت لسه يعني مش عجوز، بس أنا كان بعمل دكتوراه وكنت رجعت مصر واشتغلت في ألمانيا والمهم كان إنما دول بالنسبة لي كانوا لسه كتاكيتو. حتى في رحلة أبولو 11 أنا وشوية من الرواد بصينا على البتاعة، كنت بقول لهم إن الناس اللي بشغلها الرحلة دي كلهم كتاكيت، فضحكنا وقلنا طب خلينا ناخد متوسط عمر الناس اللي بشغلها رحلة أبولو 11 كام. فأنا وشوية من الرواد كده مشينا في الممرات بتاعت هيوستن تكساس اللي هي مركز إدارة رحلات أبولو أثناء رحلة أبولو 11،
ونبص يمين نبص شمال سنك كام سنك كام ناخذ عدد بالسن سنك كام سنك كام ناخذ عدد بالسن وجمعنا في الاخر خالص ورا في المركز وقعدنا ناخذ المعدل سن الناس المسؤوله عن رحله ابولو 11 وكان السن 26 سنه. شوف الناس المسؤوله عن كل شيء في رحله ابولو 11 كان معدل السن بتاعهم 26. انا لما بتكلم كده في مصر على ازاي لازم ندعم الشباب ونخليهم يسوي يقولوا لي 26 دول عيال. اقول له ما شافش عيال ده هم لسه طالعين من الجامعه وعايزين يثبتوا نفسهم ولسه العلم والمعرفه في مخهم جاهز ولسه عايزين وعايزين ينتجوا وعندهم طاقه وعايزين يشتغلوا. والطاقه دي ليه؟ يعني مثلا انا ساعات بشوف لما يكون في واحد عنده مشكله يبقى قاعد قدام المشكله دي بيحاول يحلها وقاعد ما يتحركش لا يروح دوره الميه ولا يتحرك لانه عنده مشكله. ولما واحد زميله يكون ماشي كده رايح يجيب حاجه ولا رايح الحمام ولا حاجه يقول له جيب لي سندوتش معاك وهو باصص على الشغل بتاعه يعني ما يبصلوش كده مش هيقول له جيب سندوتش ايه ولا ده يقول له جيب لي سندوتش وانت راجع وهو باصص على الشغل اللي بيعمله وصاحبه يروح ويعمل اللي بيعمله وياخد ويتسلوه سندوتش ولا لا في المكنه ويروح رميه قدامه التاني اللي سايبه ومش هيمسكه طول ما هو مشغول لانه عايز يثبت نفسه في مهمة والمهمة دي كبيرة ويمكن إذا لخبطها هيبقى هو مسؤول عن خيبة مش برنامج أبولو لأنه شاعر كده أنا عندي مسؤولية فهو يبقى قاعد ما يتحركش ما يقومش دورة الروح تشدور المية قاعد 8 ساعات ما يتحركش ولا يتكلم مع أي حد لأنه مركز على المهمة بتاعته. فأنا بقول إن ده الشباب دي دعم الشباب ده مهم جداً لان هم الشباب هم عايزين يثبتوا نفسهم لسه طالعين من الجامعه فرحانين بشهادتهم وعايز يبقى فتك وعايز يبقى جامعه ولا عايزه تبقى يعني باين انها شاطره قوي يبقى عايزين يثبتوا نفسهم. خلينا ناخد الهمه دي وندعمهم ونديلهم الامكنه اللي هي ممكن يتصرفوا فيها تصرف كويس ونديلهم تعظيم سلام ونسيبهم يشتغلوا. هذه مهمه جدا الواحد ده يدعم الشباب. كل ما اتكلم انا في مصر يقولوا لي ما احنا عندنا ناس 35 ولا يوم ولا 45 يعني اول مره الرئيس السيسي كان بيقول عايزين ندعم شباب فقال بنجيب الناس من 45 سنه. بقول له 45 سنه الراجل ابتدى يفكر انا لما اتقاعد هروح فين وهعمل ازاي واعيش ازاي. لا انا بتكلم على 26 ولا 25. فيعني دعم الشباب ده مهم جدا. فخلي بالكم يا شباب ان ده المعلومات اللي انت هتاخدوها في الجامعه دي لسه طازه في مخك ولسه مهمه جدا وانت لازم تثبت نفسك وانت ما كنتش تعرف تثبت نفسك يبقى كانك ما تعلمتش. فانت خلي المعلومات دي كلها جمع اكبر كميه من المعلومات خليها عندك ما تقولش ان دي انا بذاكر عشان انجح. ايوه اللي بيقول انا بذاكر عشان انجح هيبقى خربان في حياته. انت بتتذاكر عشان تتعلم وتخلي المعلومة دي في إيدك عشان تبقى ناصح بيها جدا. أنا لما تعلمت في جامعة شمس كنت بتعلم كنا بنتعلم بجد مع أساتذتنا المحترمين وعشان كده أنا لما رحت أمريكا كانت راسي براس كل واحد في أمريكا كل أي في أمريكا راسي براسه وكنت باخد إيه زي ما هم اثنين ثلاثة منهم ياخدوا إيه أنا معاهم. ليه؟ لأني متعلم كويس ولسه المعلومات دي في مخي. فدي مهمة جدا. واخر حاجه تقدير التميز يعني انت اختيار المؤسسه الصح وبعدين تحديد وقت محدد لانهاء العمل وبعدين اداره المؤسسه الصح وبعدين دعم الشباب وخمسه تقدير التميز. ايه بقى تقدير التميز ده؟ ان انت لازم كل ما تشوف حد بيعمل حاجه كويسه لازم تحييه وتشكره قدام الخلق قدام زمايله. يعني انا الرئيس ناسب نفسه كان انا ما اعمل انا بعمل حاجه كويسه كده كده وعاملين اجتماع عشان يدوني شهاده ان شاء الله اتكرمت كده كده شهاده وهو اللي مضى عليه بس يعمل الشهاده دي قدام زمايلي ويجي هو بنفسه من مكتبه عشان يسلم عليا ويديني الشهاده دي قدام زمايلي. مش هو بيدوني الشهاده عشان احطها في الحيطه لا ده الشهاده بيديها لي عشان يشجع زمايلي. يعني في الحقيقه هم مش بيدوني الشهاده عشان تقدير لي انا ولا عشان يعمل كذا انا اعمل ابدا ده بيديني الشهاده عشان يقول لزمايلي شوفوا لو اشتغلتوا زي الواد فاروق ده
هيبقى لكم شهاده زيه كده. معناها ان هو بيقول لزمايلي خلي بالكم من الجدع ده، عمل شغل كويس ممتاز، عشان كده انا جيت من مكتبي بديله تعظيم سلام، وهو ده اللي احنا بنعمله للناس المحترمه الكويسه اللي بتزيد في العلم والمعرفه اللي بتضيف لنا حاجه جديده. فانتوا يلا شد حيلكم كلكم. فده تقدير التميز ده مهم جدا. لا احنا في مصر ما بنعملش ده، يعني حتى لما الواحد بياخد شهاده عشان يعلقها في الحيط، لا لا، الشهاده مش عشان تتعلق في الحيط، الشهاده عشان تدعم بقيه الزمايل بقيه الناس بتعمل معاك عشان تعمل اكتر. انا احكي لكم مره كده على حاجه في مصر. وانا مره انا شفت مجموعه من الشباب بيعملوا حاجه كويسه جدا في مركز في اكاديميه البحث والعلم العلوم التكنولوجي في مصر، والناس دول بيعملوا شغل كويس جدا ومهيصين ومبسوطين ومبسوطين بنفسهم وعايزين دعم. كل ما اروح اكلمهم مبسوطين قوي. فانا قلت ايه، انا لازم اروح اخلي الوزير بتاعهم يعدي عليهم ولا يكتب لهم كلمه ولا يعمل حاجه يعني كده عشان يدعمهم، لان دي شباب كويسين خالص وبيشتغلوا حاجه كويسه جدا. رحت للوزير وقعدت معاه قلت له والله كذا كذا، خلاص يعني بعد ما سلمنا وقعدنا وكذا وزيك وكذا، قلت له انت عندك في مجموعه من الشباب في مركز فلان فلاني بيعملوا شغل هايل جدا، دول شباب ده انا في نظري هيبقوا زي احسن مجموعه في امريكا ولا في اي حته تانية، دول مش ناس رجلين جدا، لو لا دعمناهم جبنا لهم مختبرات ولا جايبنا كذا وكذا كذا، دول ناس هايلين قوي. بص لي سياده الوزير وقال لي المركز ده فين؟ قلت له فين؟ رحت قايم، انا كنت قاعد في الكرسي قدام المكتب، رحت قايم من الحته اللي انا قاعد فيها، رحت لافف ورا عند المركز ورحت ماسك ايده قلت له تعال معايا. قال لي ايه؟ قلت له بس تعال معايا. وشديته وطلعنا بره الاوضه بتاعته، ورحت الراجل بتاع الليفت الاسانسير قلت له الدور الثالث، ونزلنا الدور الثالث فتحت الباب قلت له المركز اهو. المركز ده انا بتكلم عليه في المبنى اللي سيادة الوزير فيه، وسيادة الوزير ما سمعش بالاسم ده خالص مع انه في نفس المبنى. فده الفرق، لانك يبقى عندك مركز متميز وشباب هايلين وعايز تدعمهم وتقول لهم كذا وتبدا دعم الشباب وتخبير التميز والكلام ده اللي بتكلم عليه على ناسا. وهو ده في مصر واحد الكبير بتاع الشغلانه دي ما هوش عارف حتى اسم المركز ولا المركز ده فين. مش بنتكلم على ناس في المركز ولا افراد وعايزين نديلهم شهادة، لا لا، انا بقول ايه حتى الاسم مش عارف الاسم ده والمركز ده فين، وهو في العماره نفس العماره اللي فيها الوزير. هذا الفرق، ده اللي انا بقول ان دي حاجات لازم نتعلمها. عشان كده انا بحب قوي بتكلم على قصه ناسا دي ازاي اتعملت، يعني كيف نجحت ناسا مع انها كانت امريكا كانت متاخره عن الاتحاد السوفيتي في مشاريع الفضاء، وكيف نجحت ناسا في انها تتخطى كل ده وتبقى تسبق الاتحاد السوفيتي وتسبب انهيار الاتحاد السوفيتي في الخيبه بتاعت الاتحاد السوفيتي. كان ايه دول؟ كان اختيار المؤسسه الصح اللي بتعمل الشغل كويس، تحديد وقت محدد لانهاء العمل، اداره المؤسسه الصح، دعم الشباب، تقدير التميز. هم الخمسه دول. لو احنا اخذنا اي مؤسسه يا شباب، لو انت واحد فيكم بقى رئيس لأي مجموعة في أي حتة في الدنيا، لو انت خدت الخمس بنود دي هي الأساس بتاع كيف يعني ننطلق من هذا العمل إلى أعلى وسيلة ولا أعلى مكانة في العالم، هم دول. لو انت عملت الحاجات، خدت الحاجات دي في مخيلتك تقدر تعمل بيها زي ما انت عايز. ولذلك فأنا بقول لي الاساتذه وكمان للطلبه ان لما الواحد يجمع من العلم والمعرفه خلي بالنا في الحاجات دي، لما مجموعه من الطلبه يبقوا كويسين جدا يبقى اقول لهم كذا كذا. انا الاساتذتنا في جامعه عين شمس كان لما واحد يقول كذا 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 وفي البتاع ده، لا واحد من الاساتذه يسالنا كده سؤال ويروح سال واحد من الطلبه وما يعرفش، يقول له خلي واحد جاهل واحد جحش يرد عليك ويقول لك ده فين، قول له يا فاروق، وكلنا نضحك. لان معناها ايه؟ انه بيدعم
بيدعم كل واحد عشان الأستاذ بيدعم كل واحد إنه يقول كويس وإنه يعمل كويس يتكلم كويس ويعمل معرفة. ليه؟ لأن ده يحث البني آدم اللي هو طالب أو الطالبة اللي هم بيجمعوا العلم والمعرفة دول يعني بأنه دي حاجة مهمة وإن أنا لازم أعرف الحكاية دي ولازم أجمع العلم والمعرفة ولازم ده يعني تقديس للعلم والمعرفة يعني بيتحط كل حاجة في ركنها في الشلف زي الكتب دي كل واحدة في الشلف من وراك كل واحدة موجودة لأنها كلها مع بعض مجتمعة هي اللي بتعمل الإنسان. معناها إيه؟ الشهادة لوحدها كده مش هي اللي هتعملك بني آدم، لا ده جمع العلم والمعرفة ده كل الحاجات دي لما تتجمع كلها مع بعض هي اللي بتعمل بني آدم. جمع ده كله على بعضه كده إن إزاي تتصرف، إزاي تحدد وقت محدد كل ما تعمل حاجة، حتى لو أقول لك روح جيب كتاب من المكتبة، إزاي تاخد تعمل تروح إمتى وتروح في الوقت اللي أنت عارف مكتبة فيها مفتوحة، وبعدين تروح تاخد الكتاب وترجعه في الوقت اللي هو المناسب. معناها أي حاجة بتعملها في الظروف بتاع الوقت بتاعها وتعملها كويس وتنهض بيها وتقول لنفسك أنا بعملها كويس عشان أنا برتب أموري بعلم نفسي إن أنا أعمل حاجة كويسة لأن أنا دي حاجة مهمة بالنسبة لي والحاجة المهمة بالنسبة لي دي عايزة إثبات لنفسي وإثبات لنجاح المهم. يعني مثلا أنا كنت بشتغل في برنامج أبولو كذا كان الأمل الحقيقي بتاعي كلية وتماما على الدوام إن البرنامج اللي إحنا بنشتغل فيه ده ينجح نجاح باهر. بس لعمري قلت عشان أنا أظهر ولا عشان أنا يقولوا لي يا فلان الفلاني، يعني كانوا بيسموني الملك عشان جاي من مصر واسم فاروق كانوا بيسموني الملك. بس ما كانش يعني القصة إن أنا أبقى لنا كويس ولا أنا أعمل كويس، لا كان الغرض الأساسي بتاعي أن البرنامج ده ينجح نجاح باهر. وكل ما تيجي رحلة كنت بقول لي إن رواد الفضاء اللي موجودين اللي في الرحلة دي لازم يعملوا أحسن من أي رحلة أخرى، والناس اللي هيجوا بعدهم أقول إن الناس دي لازم نعلمهم وندعمهم عشان يتعلموا أحسن من أي رحلة أخرى. مع إن أنا قلت الكلام ده على قبلهم معنا زي بعض، ما هو كل ما تيجي رحلة أحاول أعملها أحسن من الرحلة اللي قبلها واللي بعدها أحسن من الرحلة اللي قبلها. ليه؟ لأن إحنا عايزين نعمل برنامج متميز وعايزين نجمع من العلم والمعرفة قدر المستطاع وعايزين نرفع من مستوى العلم بتاعنا وعايزين نرفع من مستوى البلد أو ماشي وعايزين نرفع من مستوى الناس بتوع أبولو ومستوى ناسا. معنى ذلك إن هو ده اللي بيخلي البني آدم له مكانة وله صولجان وله احترام ويعلم نفسه على الدوام ويعمل قدر طاقته في كل حاجة بيعملها. ومش إن أنا عملت في رحلة أبولو 11 والرواد كانوا مبسوطين منه كذا كذا أقول خلاص بقى أنا كبير، لا ما بعدها في رحلة أبولو 12 ولازم أشتغل مع رحلة أبولو 12 وأعملها أحسن من 11، تيجي 13 قلنا لازم نشتغل مع الرواد بتوع 13 ونعملها احسن من 12 وهكذا على الدوام. ليه؟ لان هو ده يعني سبب جمع العلم والمعرفه، انه على الدوام الانسان لازم يجمع من العلم والمعرفه ويمشي مع دول على الدوام. وده انا في نظري حاجه احنا تعلمناها في جامعه عين شمس، وعليكم يا شباب ان تسمعوا الكلام بتاعي ده لان هو ده من جامعه عين شمس. أنا زميلكم ومتخرج من جامعتكم، اعرفوا بقى أن لو أنت عملت كده تعمل كده، مش أنت تروح تدرس في جامعة عين شمس عشان تاخد شهادة ده تبقى خيبان، لأن الشهادة دي معناها ولا شيء. أنت ده الشهادة دي بتعني للأساتذة بتوعك بيقولوا نحن نشهد أنك تستاهل النجاح، لهم اللي بيقولوا الشهادة مش لك، الشهادة دي بتقول هم الناس في جامعة عين شمس دول بيقولوا نحن نشهد انك تستاهل النجاح. بس انت عايز تثبت نفسك لنفسك انت بقى مش بالشهادة، لا بالعملك، ان عملك يثبت ان انت احسن واحد في المجموعة دي. يا رب ان شاء الله يكون زمايلك كلهم من جامعة عين شمس، لازم تثبت له ان انت احسن واحد في المجموعة دي وهكذا. معناها ذلك انك ما دام عندك الطاقة وانت لسه شباب وعندك طاقة وعايز تعمل كذا مش هتنفع تبقى بني آدم صح ولا تبقى ست عظيمة في بلدك إلا إذا كان كل الشغل بتاعكم ولا بتاعك يعني لأنه الواحد يعمل قدر طاقته عشان يبقى أحسن واحد في الحكاية دي على الدوام على كل مراحل الحياة وكل مراحل العلم والمعرفة جامعة العلم والمعرفة. طب أنا دلوقتي تقاعدت من الجامعة خلصت اشتغلت رئيس جامعة
قسم في جامعة أسوب في جامعة بوستون في 35 سنة بعد شغل أبولو وبعد شغل أيتك وبعد شغل يعني بعد شغلات كتيرة جدا في السميثسونيان وما إليه. قعدت 35 سنة في جامعة أسوب كنت رئيس قسم هناك أبحاث. والنهاردة لسه بذاكر مش بجمع علم ومعرفة ولا بعمل كذا لا لسه بذاكر. ليه؟ لأن جمع العلم والمعرفة على الدوام. وإلا إذا ما كنتش أنا لسه بذاكر ولسه بجمع علم ومعرفة وفاهم أهمية الحاجات اللي حواليا وأهميتها إيه ما كنتش لسه الناس بتوع جامعة عين شمس بيعزموني عشان أكلمكم يا شباب. هم بيعزموني عشان أكلمكم ليه؟ لأن ما زلت نشيط وما زلت بجمع علم ومعرفة وما زلت الناس بتسألني نعمل إيه في الحكاية دي، ما زلت الناس في ناسا بيسألوني نعمل إيه، ما زلت الناس في مصر بتقول لي أعمل إيه، ما زلت في كل حتة. ليه؟ لأن أنا لسه بذاكر. يعني أنا بنتي مرة بتقول لي هي بتذاكر امتحان وأنا قاعدة هي قاعدة جنبي وهي بصالي كده بتقول لي أنت لسه بتذاكر ليه؟ أنت مش معاك الدكتوراه؟ فكأنها بتقول يعني ما دام خدت الدكتوراه لسه بذاكر ليه؟ لا أنا بذاكر على اللواء لحد ما والله لحد ما أموت لا أبقى بستمر في المذاكرة. جمع العلم والمعرفة لا ينتهي مع الشهادة. عليكم أن تستمروا في الاستذكار. أنا مش بقول في القراءة ولا جمع العلم والمعرفة، بقول لك وذاكر. فلا لابد أنكم تستمروا في الاستذكار عشان تتعلموا ما هو جديد على الدوام كل يوم. اليوم اللي يضيع منك من غير ما تعرف حاجة جديدة من كتاب من مقالة في مجلة من مقالة في الأهرام من أي مصدر لازم من نت زي ما تعمل. جمع العلم والمعرفة لابد أن يستمر على الدوام عشان تبقى إنسان تحترم نفسك لكي يحترمك الآخرين. الناس اللي بتحترمك دي مش بتحترمك عشان أنت حليوة ولا بنت جميلة ولا لا لا لا. الناس بتحترمك عشان عندك مخ وعندك فكر وممكن تدي للناس فكر ومعرفة وعلم، وهو ده اللي بيقيس به الإنسان. لذلك فأنا بقول لكم أن عليكم الاستمرار في جمع العلم والمعرفة لأن هذا هي الحاجة الوحيدة اللي بتزود يعني احترام الإنسان واحترام الناس له. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير إن شاء الله في مصر. شكرا دكتور فاروق، حديث شيق كالمعتاد. لو عند حضرتك وقت لبعض التساؤلات يعني والكومنتس فهبتدي بنفسي بما ان الميكروفون في ايدي. يعني اول حاجه حضرتك في سؤال لحضرتك هو يعني كذا سؤال على بالي احب حضرتك يعني تشارك الزملاء اللي هم اغلبهم شباب ينطبق عليهم انا عجوز يا فندم ثم شباب فهم يفيدهم اكتر مني. هناك وظائف بتموت في العالم ووظائف بتنشا وبتروج في العالم، فنصيحة حضرتك للشباب الموجودين هنا بعضهم من كلية الزراعة تربية نوعية علوم يعني كل أداب الوظائف التي هم احنا عاوزين كل اللي حاضرين معانا وسمعنا ازاي يسعوا او يعملوا على نفسهم ان يبقوا من الوظائف التي لا تموت مش الوظائف اللي بتموت. لو في لك اي تعليق على انا بقوله يا فندم. انا في نظري ان لازم هناك وظائف تموت. تمام هو الانسان الانسان هو اللي بيعمل الوظيفه هو اللي بيعمل المشكله وهو اللي بيعمل لنفسه الاهميه في علمه والمعرفه في اي شيء. فلو انت قلت الوظيفه دي يعني هتموت ازاي معناها ايه؟ معناها ان انت بتقول العلم والمعرفه نفسه بيموت ولما ما فيش اي حاجه في الدنيا بتقول ان في علم ومعرفه بيموت. فالوظيفه مهما كانت الوظيفه انت اللي بتعمل الوظيفه دي شكلها ايه وانت اللي بتعمل الوظيفه دي تستاهل ولا ما تستاهلش مش الوظيفه هي اللي خيبني. يعني دي في كلام بصراحه وفي ده مش في مصر بس في العالم كله. يعني مفيش في امريكا هنا وظائف زي الزفت وناس بتشتغل في الحكومه زي كانهم غنم كانهم جزم وموجودين ملوش دخل ولا الوظيفه دي ولا هو يستحق الوظيفه وهو بيموت الوظيفه لانه هو نفسه بجم. فانما لو كان بني ادم دول واحد من دول محترم جدا بيعمل كذا بيعمل عايز نشيط وعايز يعمل كده ممكن يرفع من مستوى الوظيفه هو نفسه. يعني الانسان هو اللي بيعمل الوظيفه لا تفعل الانسان هي يعني انت لو خدت واحد كويس جدا
وحطيته في مكان خربان خالص صلحه، يبقى هو اللي عمل الوظيفة. لو انت خدت واحد خربان وحطيته في مكان كبير جدا، هو يبقى سيادة اللواء ولا سيادة المدير ولا سيادة كذا، هو اللي ممكن يخربها. وانت لو بصيت على المجتمع بتاعنا في مصر تلاقي امثله كتير جدا ان دي شغله كويسه خالص، جالها واحد بجم بقى رئيس وخربها بقى زي الزفت، والناس لا تحترم ولا تحترم هذه الوظيفه. ولو لقيت حته في حته ثانيه ناس غلابه وخربانين والموقع خربان خالص، وجه بني ادم ناصح جدا وشاطر جدا وقعد يصلح ويصلح ويعمل وبقى 20 سنه عمل الشغلانه بتاعته دي من احسن وظائف الدنيا. فالوظيفه مش هي اللي الاساس، هي الناس اللي في الوظائف هي اللي بتعمل. في ناس بتاخد وظائف كويسه جدا وتبقى زي الجزم، وفي ناس بتاخد وظائف زي الزفت وترقى بها. لو تأذن لي قد اكون انا عبرت غلط. هو في يعني في من يتناول وظيفته بشكل تقليدي. لو هدي حالك مثلا عشان قد اكون مش عارف اشرح كويس، مثلا وظيفه المحاسب، واحد محاسب بيعمل جداول المحاسبية يومية في خريج كلية التجارة مثلا في أمريكا، أنا عارف من 20 سنة ولا 15 سنة الموضوع ده بقوا أسهل وأرخص، يبقى أوتسورس، يبعتوا لمثلا محاسب في الهند يبعتوا له القوائم المالية بتاعت الشركة بالليل في فرق توقيت، فالصبح على ما يطلع على ما ويروح ينام الشركة اللي هي شركة مالية أمريكية مثلا، على ما يصحى الصبح ويرجع مكتبه يكون المكتب التجاري اللي في الهند عمل الجداول المالية البسيطة ويرجع حاله تاني بالميل. فإذا في دولة زي أمريكا معتمدة على تقدمها مبني على المعرفة، اقتصادها مبني على المعرفة، فابتدت وظيفة المحاسب التقليدي، عشان كده قد أكون عبرت غلط، إن الطلب على المحاسب التقليدي على أي وظيفة تقليدية ما فيهاش إضافة ما فيهاش تطور بقت ممكن بكل بساطة أوتسورس، أو الكمبيوتر يعملها لي أو أبعتها للهند ويردوا عليها الصبح. فده اللي أنا أقصده. إزاي نصيحة نبقى أي واحد بيتولى لسه خريج حديث في تخصص معين، إزاي يخلي يمارس عمله مش بطريقة تقليدية، لا بطريقة إيجابية، بطريقة فيها قدر من الإبداع أو التطوير. يعني هو طيب أسألك أنا، هل الهند كانت كده من متخلقت كده؟ لا طبعاً. الهند كانت أسفل سفالة مننا. الهند أيام عبد الناصر كان فيه في جواهر جلال نهرو رئيس الهند، كان بيجي موعد بيعمل اجتماعات مع عبد الناصر عشان نبتدي إزاي ندعم نفسنا وإزاي نتحرك وإزاي نعلو بالمكانة وكذا. الهند مشيت كويس جدا وعملوا حاجات البديعة جدا، كلها عملت حاجات كويسة جدا، احنا ما عملناش، وقفنا زي ما احنا وتأخرنا، حتى شوية تأخرنا شوية، لكن الهند عملت شوية حاجات. الهند النهاردة عندها أقمار صناعية. انت عارف الفلاح في الهند، كل فلاح في الهند ياخد الميكروفون بتاعه في زي الايباد ولا الايباد او الميكروفون التليفون بتاعه، ويكلب من القمر الصناعي الهندي صورة لحتة الأرض بتاعته عشان يعرف هي عايزة مية تترش ولا لأ. شوف الفلاح الهندي بيكلم القمر الصناعي الهندي عشان يبعت له معلومة عن الأرض بتاعته، هي فيها عايزة مية ولا مش عايزة دلوقتي، ولا أعمل بها إيه، ولا إيه اللي عايزة إيه يعني. إذا كان في حتة ناقصة سماد هتبص هتلاقي الصورة هتوضح له حاجة. ففين الهند تطورت بشكل رهيب؟ الهند ما كانت خربان، انما الهند اتعلمت ازاي يعملوا حساب وازاي يعملوا الجمع وطرحوا بسهوله جدا، ويعملوا رياضيات هايله جدا وتعلوا. وهم الامريكان بيبعتوا لهم الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده ما بتعملش في امريكا بالسهوله او بالوقت ده. يعني الهند تقدمت عن امريكا، الولاد الهنود الشباب في الهند تقدموا عن شباب امريكا في ازاي يعملوا الحساب ده. طبعا عشان يقدروا يعملوه باسرع واقل رخص واقل سعرا من اللي يعملوه في ده. بالعكس ده حاجه زي كده تديلها تعظيم سلام للهند اللي هي عملت كده، لانها خلت ولادها تكسب كويس ويبقى لهم مكانه في العالم، لان هم بيتحكموا في الحكايه دي، لانهم علموهم كويس وشغلوهم كويس وادوا لهم فرصه وادوا لهم تعظيم سلام
ودعموا الشباب اللي بيتعلم ده وتقدير التميز بتاعهم، وبقت شركات عندهم راسها براس اي شركه في امريكا في الناحيه دي، في الناحيه الحسابيه دي. طب ما هم واحنا ما نقدرش نعمل نجمع 1+1=2، ما نقدرش نعمل حسابات، ما احنا نقدر، بس ما عملناها. الهند عملت، يعني هو الهند احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي القمر الصناعي الهندي، ما احنا نقدر بس ما عملناش. فانت تقول ان كيف تطورت الهند وعملت من نفسها لنفسها مكانه في هذا الموضوع اللي هو الحساب. هل حضرتك في نصيحه مثلا اللي تنصح ان اي خريج يبقى عنده معرفه باكثر من تخصصه، بمعنى يعني زي يكون مالتي ديسيبلينري، يكون يعرف مثلا فيزيكس وشويه كيمستري، يعرف ماتماتكس وسوفت وير، يعني عايز اقول يكون، هل دي من ضمن نصائح حضرتك ان كل واحد يحاول يكون معارفه او معرفته بيوند ما بعد تخصصه؟ هل ده يديله فرصه عمل افضل يخليه انجح في شغله؟ ابقى انا طبيب وبعرف اداره، او انا طبيب وبعرف مثلا شيء اخر، قد يكون طبيب وبعرف فارماكولوجي او بعرف كيمياء. هل التعدد المعارف يتيح، يعني تنصح بيه يبقى كل واحد يحاول يسعى في هذا بحيث يوجد لنفسه فرص تميز وعمل اكثر؟ دي نقطه مهمه على فكره، ولا في نظري في مصر لا نسعى بذلك حاليا، او لا مش في نظري لا يمكن ان يتم في ذلك في مصر حاليا. احنا اللي عايزين نعمله هو ان كل بني ادم يبقى كويس جدا 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 في الفرع اللي هو اتعلم فيه. انا ما بقيتش رئيس تدريب رواد الفضاء عشان انا بتعلم جيولوجيا وكيمياء وطبيعه ونقل وكذا، لا، لان انا كنت كويس جدا في الجيولوجيا. فدي مهمه جدا ان انت تقول ان انت يا بني ادم لازم تجمع من العلم والمعرفه في الفيلد اللي انت خدته، وانت خدته غصب عنك. يعني احنا انا كنت انا في المدرسه الثانويه كنت عايز ادخل كليه الطب، كنت مصر ان ذاك، حتى الاساتذه بتوعي كانوا بيقولوا ده هذا فاروق، ده فاروق هيطلع جراح هايل جدا. يعني مرتب اموري كلها على ان انا اخش كليه الطب، خلاص مجموع بتاع ما جاب، فاضطريت اخد يا اما طب الاسنان اللي هي في جامعه القاهره او جامعه عين شمس. انا قلت طب الاسنان بعيد علينا، احنا كنا ساكنين في القبه في حمامات القبه، فعايز اخد اروح الجامعه طب الاسنان بتاع القاهره ده فين وفين، الاتوبيس هكلفني كام، هتتصرف ازاي؟ انما جامعه عين شمس كانت قريبه، احنا كنا في القبه، جامعه عين شمس دي جامعه قريبه اقدر اروحها ماشي، عشان والدي الله يرحمه كان عنده 9 عيال، ما كانش عد لكل واحد منهم مصاريف اتوبيس، فكنت اروحها ماشي، فاخدت جامعه عين شمس عشان اقدر اروحها ماشي. وبعدين دخلت قال لي سالت ايه اللي بيعملوه، قالوا كذا وكذا وكذا، قلت ايوه العلوم دي واخدتها وانبسطت جدا من الجيولوجيا، بس درست قدر المستطاع، جمعت من العلم والمعرفه قدر المستطاع على الدوام. لسه النهارده بذاكر جيولوجيا. معناه ان البني ادم اللي عايز ينجح في حياته لازم ياخد الحاجه اللي هو بيعملها الاول، اللي هو اتعلمها الاول، واللي هو جامع فيها من العلم والمعرفه اكثر ما يمكن، ويعمل فيها احسن واحد او احسن واحده. ده اللي هيعمل البني ادم، ان انت هتروح في اي حته دي وهتشتغل هتبقى احسن واحد في المجموعه دي، وهتدعم المجموعه دي ايوه، وهتدعم زمايلك كلهم ايوه، بس انت هتعمل بقى احسن واحد، وهتدعمهم احسن لو هم كلهم وثقوا فيك وعرفوا ان انت احسن واحد فيهم، فيبقى وجودك كاحسن واحد ده هو اللي يشجعك. ولذلك انا في نظري ان الواحد يركز على حاجه اللي جت في ايده، لانه مش معقول ان كل واحد هيروح يشتغل في الحاجات اللي هو على مزاجه، ما عادش فيه على مزاج. انت ربنا حطك في المنطقه دي، وده فرصتك الوحيده في التعليم، ان انت تبقى في الحته الفلانيه، هتدرس طب ولا هتدرس نبات ولا هتدرس خلاص ده اللي قدامك. فحاول بقى انك تعمل ان انت تبقى احسن واحد في العلم اللي انت بتاخده ده، بس ده يبقى السبب الوحيد انك تعيش وانك تعمل وانك تصحى الصبح قبل ما تنام لازم تقرا حاجه، انه السبب الاساسي ان انت تبقى احسن واحد في الشغلانه دي، احسن واحد في الفيلد ده، احسن واحد كيميائي، احسن واحد فيزيائي، وهكذا.
هل حضرتك عندك وقت ممكن سؤالين ثلاثه كمان ولا الوقت حضرتك مشغول دلوقتي؟ شور شور ادي ادي وسيله ادي ادي فرصه للشباب يسأل. طيب ما انا لسه هقول في اي حد يحب يسال دكتور فاروق سؤال يخص في اي حد اتفضل تعالى هنا حضرتك عرف نفسك يعني فضلك قول انت اسمك ايه وحضرتك بتعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الرزاق موسى بري صومالي الجنسيه باحث دكتوراه تربيع عين شمسي قسم التربيه المقارنه اداره تعليميه. ممتاز. بسال الاستاذ الدكتور فاروق اولا تخصص بتاعه، وحقيقه انا ملم واحب التخصص التخصص بتاعي اداره تعليميه، لكن اقرا موضوع التنميه البشريه بشكل عام. اولا التخصص بتاع الفاروق الاستاذ الدكتور فاروق، و حقيقة استفدت كثيرا في هذا الموضوع وهذه المحاضرة وشكرا. شكرا جزيلا. وأهلا بك من الصومال. والتخصص بتاعي أنا متخرج من كلية العلوم في جامعة عين شمس في سنة 1958 في الكيمياء والجيولوجيا. يعني ده التخصص كده، يعني خريج علوم في كيمياء جيولوجيا. تفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ انا طالب دكتوراه في كليه علوم جامعه عين شمس تخصص كيمياء. هو في سؤال يعني عايز استفسر منه يعني من حضرتك، هو ايه الفرق ما بين تخصص الجيوفيزيكس والجيولوجيا؟ اوكي، هما الاثنين زي بعض، والجيوفيزيك بتكمل الجيولوجيا، انما الجيوفيزيكس بدل ما الجيولوجيا هي الواحد يروح الجبل ويأخذ حتة منه ويقطعها ويبص في الميكروسكوب على، يعني في الجيولوجيا بالذات التركيب الكيميائي بتاع الصخور وشكلها ايه، الصخور نفسها ايه هو المهم. في الجيوفيزياء نقطة أحبلة من كده، الطبقة اللي احنا في الجيوفيزياء الطبقة اللي انت بتفص عليها في الأرض دي عمقها قد ايه، وهي فوق ايه، وتحتها ايه، وملوية ازاي، وهكذا. يعني على تضاريس الطبقات ده الجيوفيزيكس، والتكوين الطبقات هو الجيولوجيا. تمام. معلش سؤال حضرتك تاني، سؤال تاني بس حضرتك، هو بالنسبة لحضرتك هنا عندنا في مصر طبعا في أراضي صحراوية، يعني أنا سمعت يعني حد يعني إن هي بتبقى فيها ملوحة، يعني نسبة ملوحة في الأرض، فتبقى صالحة لبعض الزراعات. هل يمكن معالجة الملوحة دي إن هي تبقى صالحة لنباتات كتير؟ في الارض المالحه دي ممكن لها حاجات كثيره جدا للتعامل معها. الناس بتوع الزراعه بيعملوا كده، مره يحطوا فيها الميه ويغسلها، بيغسل الميه او يحطوا فيها نباتات بتمص الملح. تمام، شكرا لك. شكرا حضرتك. شكرا. في اتفضل يا حضرتك. مساء الخير، انا اسمي دميانه نجيب، بدرس زراعه بايوتكنولوجي جامعه عين شمس من سوهاج. كنت عايزه اسال، اهلا وسهلا، كنت عايزه اسال حضرتك، في انا في مجالي اكتر مهتمه بالريسيرش والبحث العلمي وهكذا، بس انا لسه في المستوى الثاني، فطبيعي لما انا باجي اقرا اي حاجه في البحث العلمي والحاجات اللي زي دي بحس نفسي اللي هو لا، الشغف بتاعي بيقل، او ان انا في حاجات كتير مش بفهمها، يعني او اللي هو على قدراتي اقل ان انا استوعبها، يعني اللي هو في حاجات كتير مش بفهمها لوحدي. فايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها او الخطوات اللي انا اعملها بحيث ان انا لما اجي اقرا اي ترم بيبر ابقى شغوفه بالحته دي او اكمل فيها؟ بس شكرا. برافو عليك يا كتكوتة. دي نقطه مهمه جدا، لان مش كل واحد بيقرا كل حاجه ويقدر يفهمها. انا لحد النهارده بقرا حاجات في الطبيعه وفي الجيوفيزيكس وفي كذا، ولاقي حاجه نفسي مش بفهمها، فدي واردة جدا، وده طبعا مهم. بس خلي الحكاية دي ما تبعدكيش عن جمع العلم والمعرفة، ده عادي خالص ان كتير حاجة. حتى ساعات في الجيولوجيا انا بقرأ حاجات وبعدين الاقي ان الطالب ولا الطالبة ولا المهندس ولا الرجل اللي كتب البحث ده تبحر فيها بحيث ان انا مش فاهم لحد النهاردة، فمش عيب. فالمهم ان انت تكملي على الدوام، ما تخليش الحكاية دي توقفك شوية، بل بالعكس، لو عرفت تلاقي حد تسأليه عن الحكاية دي، واحد من الأساتذة ولا واحد من زملائك ولا واحد من أي حد تقدر تسأليه، اسألي الحكاية دي معناها إيه، ده مهم. حتى لو ما عرفتيش تجيب الإجابة باش كمل الكلام، اعتبري إن ده حاجة واردة جدا، واردة جدا إن أنت تقري وما تفهميش. ما فيش حد في الدنيا
يعرف كل حاجة في الدنيا، ما فيش على الإطلاق، ولا أنا أعرف كل حاجة في الجيولوجيا. ما في حاجات في الجيولوجيا أنا ما أعرفهاش ولا ما أفهمهاش وأقراها وتبقى صعبة علي أفهمها. فوارد أن أنت ما تفهمهاش، وما تخليش دي تعطلك. قولي بالعكس، أنا ما دام أنا مش فهمها يبقى أنا عرفت إيه اللي أنا مش فهمها. ودي مهمة جدا أن الواحد يعرف اللي فهمه ويعرف اللي مش فهمه، عشان تشوفي أنت هل أنت عايزة تتبحري في الجزء ده ولا لا. فده مهم جدا، خلي بالك أن ده يعني صفة ممتازة لكي، أن أنت عرفت أن أنت مش فهمة وعايزة تعرفي مش فهمة معناها إيه، ومش فهمة معناها أن أنت بتجمع العلم والمعرفة إضافة على ما تعرفي. ودي حاجة كويسة جدا، أدي لك تعظيم سلام وأقول لك كملي، حتى لو مش فهمة كملي في الموضوع واقرف حاجات تانية لربما وإن شاء الله تفهميها مستقبلا. كملي. تفضل، في سؤال تفضل. البس الميكروفون عشان بس صوت، يعني الميكروفون يقول حاجة. دكتور أحمد عبد النور، دكتوراه في السياحة. حضرتك بالنسبة لمستقبل مصر بالنسبة للسياحة الجيولوجية، والله دي مهمة جدا، لأن احنا عندنا في مصر حاجات يعني محترمة جدا، والصحاري عندنا فيها أشكال وأنواع من الحاجات المهمة. ودي في نظري السياحة الجيولوجية دي ممكن جدا تبقى حاجة مهمة، لأن في حقيقة الأمر لسه السياحة الجيولوجية ملهاش أهمية عالمية. فإحنا ممكن ناخدها كده خطوة خطوة عشان نبتدي نزود اهتمام السياحة الجيولوجية عالميا، لأنها مش موجودة لسه. هذه نقطة مهمة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور فاروق. أنا محمد ثروت، طالب في كلية الزراعة جامعة عين شمس، بدرس بايوتكنولوجي. هو سؤالي كان بخصوص إن أنا هل أنا كطالب مطلوب مني إن أنا أنشر أبحاث واشتغل عليها في المرحلة الجامعية ولا لا؟ علشان أنا بحس إن في ناس بتعمل كده، ف بحس ان انا قليل بالنسبه ليهم او هم احسن مني بكتير. اوعى تحس انك قليل من اي حد. شوف، انت اجمع من العلم والمعرفه قدر المستطاع. انا عايزك دايما تقول لنفسك برافو يا واد. يعني البني ادم اللي بينجح في حياته يقول لنفسه برافو يا واد، هايل جدا، ولا برافو يا بنت. لو كنت انثى تقولي برافو يا بنت، هايله جدا، انت عظمه. ليه؟ لانك انت لازم تدعم من نفسك وتقول ان انت ايوه ما انتش فاهم القصه دي، بس هتفهمها مستقبلا وهتلاقي وهتجيب غيرها وهتعمل احسن منها انت كمان. يعني خلي بالك انه مش كل حاجه هتقدر تفهمها دلوقتي. انا في حاجات كتير انا ما بفهمهاش، وانا بقرا دلوقتي في حاجات في مقالات لسه ما اعرفش. يعني في يعني لحد النهارده بقرا كده في مقاله ولا حاجه كتبها واحد من تلامذتي، وبعد اقراها وبعدين الاقي كتب كلمه أنا ما أفهمهاش واضطر أروح على القاموس عشان أعرفها إيه، وعادي جدا. أنا مش ما فيش بني آدم في الدنيا هيبقى عارف كل حاجة عن الموضوع بتاعه، وما فيش أبدا. أنا بقول لك لسه أنا دلوقتي 84 سنة ولسه بذاكر، يعني لسه بأشرح حاجات ما أنا مش فاهمها. معنى ذلك إن ما تخليش ده يوقفك، ده حاجة طبيعية خالص. وأنا زيك لسه بذاكر، وزيك لسه بشوف أقرأ حاجات ما أفهمهاش، ولو كانت مهمه بالنسبه لي بروح على قاموس ولا بروح على اي حاجه ولا بيبر ثانيه ولا حاجه عشان اقرا فيها عشان افهمها. او ما كانش مهمه يلا خلاص ماشي حالك ما هفهم اللي بعدها. معناها انه حاجه عاديه خالص ان انت ما تعرفش حاجات كتيره في الحاجه اللي انت بتقراها. اعرف ان دي حاجه عاديه وكمل، اجمع من العلم والمعرفه قدر المستطاع، ومهما كان ما تخليش اي حاجه زي كده تاخرك. شكرا لحضرتك. في حضرتك في سؤالين جم اونلاين. واحد بيقول ما راي سيادتكم في رئيس العمل الذي لا يتقبل وجهه النظر المخالفه لوجهه نظره؟ هل اختلاف وجهات النظر لا يتفق مع نجاح اداره العمل؟ ده سؤال فن. لا، ده في رؤساء كتير جدا بالصفه دي، ودي حاجه سيئه جدا بالنسبه للرؤساء العمل. وكل ما هناك ان انت بتشتغل في الحكايه دي، ورئيس العمل ما بياخدهاش ما بيبيعهاش، انت غصب عنك هتشتغل مع الرئيس ده. فطول ما هو الرئيس ده انت تعرف ازاي هو بيقبل وما بيقبلش. ولو رحت له وما قبلش ادي تعظيم سلام وخليها عندك عشان تبقى تصلحها بعدين. روح للرئيس العمل بحاجه يقول طب خلاص انا هشوف هو بيقبل ايه عشان نصلح العمل. فاديله الحاجات اللي هي ممكن يوافق عليها اللي هي بترفع من المستوى العام.
عمل. يعني انت خلي بالك ان انت القصة مش هي ازاي انت هتنجح، لا ازاي ان رئيس العمل بيقبل او ما قبلش، لا انت ازاي بنرفع من مستوى العمل، لان مستوى العمل هو اهم حاجة احنا بنعملها. خلي عندك الشعور ده ان لما العمل يبقى كويس جدا انت هتبقى مبسوط كويس جدا. فصلح قدر المستطاع حاجة بتقولها وما عملهاش زي بعض اللي بعدها ممكن يقبلها، ان شاء الله رب ما قبلهاش هنحاول هنعمل كمان على الدوام. خلي ده ما يوقفكش انت، يعني ذكاء واصرار وذكاء اجتماعي ايضا، ذكاء اجتماعي. شور. طيب في حد تاني طالب بعت لحضرتك بيقول give me a quote that will inspire me to go to NASA one day، يريد اعطاء امل انه يوما ما ممكن يشتغل في الناس. سوف اجمع من العلم والمعرفة قدر المستطاع للوصول الى ما ابتغي. يعني انت عايز تبقى ايه؟ لو عايز تبقى مهندس في ناسا يبقى تجمع العلم والمعرفة باللغة بتاعتهم يعني بالانجليزي او بالامريكاني، تجمع اكتر من العلم والمعرفة في الفرع الهندسة اللي انت عايز توصل له ده على الدوام، عشان تبقى احسن واحد يتقدم للعمل للناس. تفضلي. استاذنا الدكتور فاروق، معلش انا ليا سؤالين لحضرتك. حضرتك قلت لنا الكورنر ستونز اللي احنا نرتكز عليها عشان نوصل للسكسس بتاعنا، هل حضرتك في برايورتي في حاجات عن حاجات؟ حضرتك قلت لنا خمس نقاط، يعني احنا وي هاف تو اتشيف الخمسه طبعا، بس طبعا في حاجات طبعا بالنسبه لنا هتبقى صعبه، ففي حاجات نقدر نركز فيها اكتر عن حاجات عشان نقدر نوصل للاوتكم بتاعنا. في الاخر خالص هم يمكن احسن حاجات تقدير التميز ودعم الشباب. انا في نظري دول هو ده السبب الاساسي لنجاح ناسا الكبير قوي، السبب الاعتماد اعتمدوا على دوي على دعم الشباب وتقدير التميز، هم ده اللي خلى ناس في ناسا تعمل قدر طاقتها اكتر من قدر طاقتها وتعمل في العمل تنتج حاجات جديدة جدا ما حدش عملها قبل كده ولا حد فكر فيها قبل كده. كل ما بنعمل كده كان هو ده الكلام، لانه احنا حتى في الاجتماعات بتاعت ناسا واحنا مع المهندسين وكذا، كنت لما اروح على هيوستن ونروح الاجتماع عشان كذا وكذا ونبص على بعض وبعدين تقول له يا حامد انا كان دو ذات، يقول له بص عليه يقول له الله يو كان دو ات سب جو دو ات اند دو ات ويل اور ايلس يو وانت ريسكس تو بيت اس. الله يعني انت عايز الروس تسبقونا، روح اعملها كويس اعملها كويس اعملها بسرعه اعملها كويس. معناها ان هم بيحاولوا يقولوا لبعض ان انت لو خبت في الحكايه دي ممكن الروس يسبقونا بسببك، فده بتبقى شيله على البلاده من السبع زمان. فمعناها ان هو يعني دعم الشباب وتقدير التميز دور الاداره الصح ده مهم جدا في كل الاعمال. يعني لو الواحد عمل اداره كويسه قوي هتلاقي ان كل الحاجات التانية ماشيه كويس، لان اداره المؤسسه لو مشت صح معناها هيبقى لو كان المدير المؤسسه ماشي كويس معناها ان هو بيدعم الشباب وبيقدر التميز وبيحدد وقت محدد لانهاء العمل وبيختار الشباب الصح اللي هم يعملوها، فهي دي اداره المؤسسه. فانا في نظري ان المانجمنت او اداره اي مكان في الدنيا هو الاساس بتاع النجاح بتاع هذا العمل. الوزير اللي هو مش الوزير اللي هو مش واخد باله من الناس اللي بيشتغلوا معاه ولا الوزراء وبيجيب حد في الوزاره عنده يشتمه في الاوضه بتاعته ويعمل كذا كذا، ده وزير خيبان ولن تقف للوزاره ولن يظهر من الوزاره حاجه كويسه خالص. الوزير اللي بينزل بيشوف كل واحد بيشتغل. الشيخ محمد بن راشد انا مره بقول له انا مبسوط منك عشان بتنزل بتشوف العيال الصغيرين اللي بيشتغلوا في الادارات الصغيره دي. قال لي عرفت ازاي؟ قلت له بشوف صورتك في الجرايد وانت واقف قدام مع ولد شاب كده ومكتب خربان اللي هو بيسأل المكتب الصغير ده لا هو مدير مكتب ولا هو كذا. قال له برافو عليك. انا في نظري ان دعم اصغر الشباب دول واصغر الناس اللي بتشتغل دي لو الواحد حثهم على العمل هو ده يبقى الاساس بتاع نجاح المؤسسه، مش الاداره بتاعت الناس الكبار. يعني مثلا انا رحت مره ازور رئيس القضاء، ده كلام الشيخ محمد بن راشد، رحت ازور رئيس القضاء بدري الصبح قبل ما اروح المكتب بتاعه،
رحت له كان الساعة لسه 7 وشوية كده، لأن الماء نحن بنبتدي العمل الساعة 7:30. فرحت قلت أجرب أروح على أشوف الرئيس فقط أسلم عليه. رحت هناك على 7:15 كده لقيت الباب مفتوح وكل ما فيش ولا حد ولا كده ولا شيء ولا النور ولا كده. خبطت وسقفت وكده، جاء الولد اللي بيفتح الباب قلت له افتح الباب، فتح لي الباب حطيت النور ورجعت على المكتب. لقيت اللي قدام المكتب الرئيس القضاء ده 9 قضايا ملخصات ل9 قضايا قريتهم كلهم، وده البيجي 8:15. فأنا بصيت له وقلت له انت العمل هنا بيبتدي بكام؟ قال لي الساعة 7 يا زلمه. لا مش سمو الشيخ. قال له طب انت كنت فين؟ قال له بس انا كنت كذا وكنت بعمل كذا. قال له طب اسمع انت تروح وما تجيش تاني، خلص مش عايزينك عندنا. قال لي انا يعني طرد رئيس القضاء عشان جه متاخر، والرئيس لما يجي متاخر بقيه الناس اللي بتشتغل عنده يتاخروا وما يجوش، كله ماشي بقى. اذا كان رئيس جاي متاخر عن العمل عن سقف العمل، ولما انا رحت قبل ما هو جه كان مش عارفين الواد الهندي اللي عنده المفتاح بتاع المكتب والعاملين كذا وكذا، فطردته وقلت للولد بتوع جيبوا الناس بتوع الاعلام عشان اقول لهم ان انا طردت رئيس القضاء عشان الباقي يتعلم. فدي دي دي حاجات من اسس الاداره الصحيحه، ازاي تخلي الناس تنشط عقول الناس وتنشط عملهم وتخلي كل ولا ادم يحمي، حتى رئيس العمل اللي هو الوزير اللي كان خيبان وما بيروحش العمل اطرده وقول للناس انت طردته ليه عشان كل الناس تعرف وتتعلم. مساء الخير يا دكتور، انا اسمي انطونيو رجائي، طالب بكليه الزراعه جامعه عين شمس المستوى الثاني قسم بايو تكنولوجي. في الحقيقه سؤالي قد يكون غريب شويه، ولكن انا طالب شايف نفسي عندي مهارات كتير جدا، اشتغلت في اماكن كتير جدا، اشتغلت في التدريس واشتغلت في معامل تحاليل، اشتغلت في مجال الميديا التصميمات وكده. فسؤالي هنا ازاي اختار المجال الصح اللي الاقي نفسي فيه واكمل فيه؟ استمر في العمل واستمر في جمع العلم والمعرفة واستمر في الحاجات اللي انت بتعملها دي، وانت هتلاقي في نفسك حاجة انت بتعملها كويس جدا وشاعر ان انت ممكن تطورها، انت نفسك شخصيا ممكن تطورها وتعملها احسن من غيرك وتثبت للناس ان انت تعملها احسن من غيرك. وإلا ما كانش رواد الفضاء يختاروني انا المسؤول عن تدريبهم، لأن أنا كنت أكتر واحد بأذاكر قبل ما أروح لهم وبكلمهم، عارف إن هم ناس مهندسين ما لهمش لا في الجيولوجيا ولا في التضاريس، وبقولها لهم في صورة بسيطة عشان يفهموها كويس، وبدعمهم عشان يعرفوا السبب بتاع الكلام ده إيه. معناها إن أنت لازم تسمع بنفسك، أنت صلح نفسك أنت الأول، بحيث إن أنت تعرف إزاي تجمع العلم والمعرفة وإزاي تثبت للناس اللي حواليك ان العلم والمعرفه اللي انت بتجمعها دي مهمه جدا بالنسبه لهم كلهم، وما تقدرش تثبتها الا اما تعملها. ما تقدرش تقول انا احسن واحد بعمل كذا كذا، لو قلت كده ولا حد هيبص عليك. لا، انت تثبتها ان انت احسن واحد بانك تعمل وعلى السكت، لا تقول انا احسن ولا تعتبر ولا تحس ولا تشعر بانك احسن. انا كنت بتكلم الرواد على اساس ان انا جيولوجي ولازم الجيولوجيا نرفع من شأنها في مشروع الفضاء، ما كانش فيه جيولوجيا في مشروع أبولو خالص. لما أنا وصلت كنت برفع كلمة الجيولوجيا في مشروع الفضاء، مش 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 أنا برفع فاروق الباز في مشروع أبولو، لا أنا برفع اسم الجيولوجيا ومكانة الجيولوجيا في مشروع أبولو. ده كان الغرض الأساسي بتاعي من الأول لحد ما خلصت، كان الأساس ده إن أنا أرفع قيمة الجيولوجيا في مشروع أبولو بس. فخلي بالك ان انت ممكن جدا تعمل كده لو انت اتعلمت ازاي تعرف تجمع من العلم والمعرفة لترفع من قيمة العلم والمعرفة على وجه العموم، بحيث ان زمايلك اللي بيشتغلوا معك دول يفهموها ويشوفوها كويسة ورؤسائك يقدروها. في سؤال من جاء اونلاين، حد طالبة اسمها علا كرم بتقول انا بدرس بايوتكنولوجي
وفرص عملها في مصر مفيش وعي كافي بيها، بالتالي انا فرص عملها بره مصر، بس انا نفسي ادخلها في مصر، اعمل ايه؟ استمري في جمع العلم والمعرفة، واستمري في الكلام ده، واستمري في كل حاجة، لأن البيوتكنولوجي جاية جاية، ما فيش وسيلة إن احنا نقول إن البيوتكنولوجي مش هيبقى لها مكان في مصر، جاية ما فيش شك. كملي فيها وكملي، وخد بعد ما خلصي البكالوريوس حاولي تاخدي ماجستير وكملي كمان في الدكتوراه لحد ما تشوفي إن في مصر بقت فيها مكانة كويسة جدا، وهيعرفوك وهيسمعوك وهيلاقوك. كملي، والعكس انت ما دام ما فيش حاجه وانت شعره ان انت بتتعلمي كويس، اجمع من العلم والمعرفه قدر المستطاع على الدوام، اوعي تتوقفي. اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ معاك زياد مجدي، فرقه اولى، بايوتكنولوجي زراعه عين شمس. كنت عايز اسال حضرتك وتكمله يعني على برضو اللي قاله انتوني، الدنيا بعد كده يعني انت لما بتحتاج تشتغل بعد ما تخلص كليتك او كده، الاماكن اللي بتشغلك او اللي بتسفرك او اللي عايزه اي او تطلب طلبات، بتحتاج الشخص اللي قصادها يكون عنده مالتي تاسكينج او عنده معلومات من اكتر من حاجه، يعني مش عنده علم في حاجه معينه. يعني حضرتك قلت لنا ان احنا نركز في حاجه معينه، لكن في اماكن او في بعد كده الدنيا دلوقتي بتاخد متطلبات ازيد، بتبقى عايزه اكتر من طلب في الشغل، فايه المفروض ان احنا نركز فيه بعد كده؟ انت لسه طلبة ولسه بتجمع العلم والمعرفة ولسه بتاخد شهادات، اجمع في العلم والمعرفة في الفيلد بتاعك وتبقى احسن واحد في الفيلد بتاعك. لما تبقى احسن واحد في الفيلد بتاعك هتقدر تجمع في العلم والمعرفة في كل الاشياء. انا لما تعلمت انا في الجيولوجيا كويس خالص، انا بكلم رواد الفضاء في ازاي بيطيروا وازاي بيقلب السفينة وازاي بيعمل كذا في والثرست بتاع السفينة تأثيره ايه على الاوربت بتاعه. انا مدام انا في الجيولوجيا كويس جدا اقدر اتبحر ومش حدش هيحرمني الا اذا كنت كويس جدا في الفيلد بتاعي، وبعدين اتبحر في اي فيلد اخر. اتفضل يا حضرتك. ركز في الفيلد بتاعك الاول، اعمل بقيت خلي بالك ان انت تبقى احسن واحد في الفيلد بتاعك، بعدين هتقدر الحاجات التانية هتقدر تاخدها بسهولة جدا. على ما الميكروفون يوصل للمدموزيل ورق أو الزميلة، هو حضرتك طبعا هو في ديسكشن، في نقاش في مصر في التعليم العالي حاليا، هل يتم تبني فكرة الديسيبلينز؟ يعني يبقى في ديسيبلين اسمه كيمياء ديسيبلين، والطلاب المرحلة الجامعية الأولى يفضلوا بالطريقة اللي حضرتك اتعلمت بيها وأنا اتعلمت بيها، ولا زي ما في بعض الجامعات في العالم مش كلها طبعا فكرة المالتي ديسيبلينري، يعني يبقى البرنامج هو مش داخل كلية العلوم، هو داخل برنامج يجمع بين مثلا الجيولوجيا والاكتواريال ساينسز او الجيولوجيا والحاسبات، يبقى البرنامج كده. فهو في بعض الجامعات في العالم بتتبنى فكرة البرامج حسب احتياجات السوق العمل وليس الديسيبلين. فده نقاش في مصر حاليا لم يحسم. طبعا انا عارف ان اوكسفورد مثلا، اوكسفورد وكامبريدج كده، هم ماشيين بالديسيبلين في الاندر جراديت، ولما بنتناقش مع اساتذه اوكسفورد وكامبريدج بيقولوا ان المالتي ديسيبلينري والانتر ديسيبلينري ده يجي في البوست جراديت ستاديز وفي الريسيرش وليس في التعليم في المرحله الجامعيه الاولى. فحب اعرف، وان كنت انا مستشف راي حضرتك، بس احب اعرف لو في اجابه لحضرتك على بعد كده الزميل هتكلم حضرتك. 100% ان التقدم في الفيلد بتاعك هو اهم شيء عشان تشعر تبقى فاهم جدا، ولما تتكلم في اي حاجه تانية يبقى تقدر توصل العلم والمعرفه في الحاجه التانية دي. زي ما قلت انا ما كانش ليا في الهندسه على الاطلاق، وما كنتش اعرف يعني ايه قمر، ولا عمري شفت صور القمر ولا شفت عمل فعلا، انما انا جيولوجي محترم. فانا لما اجي اتكلم على حاجات تانية انا ما اعرفهاش وبعرف اجمعها ازاي واعرف اتكلم فيها ازاي. معنى ذلك ان انت لازم تبقى محترم جدا في فيلد ما. انا في بالنسبه لي انا كان الجيولوجيا عامه عاديه خالص، جيولوجيا عاديه خالص زي اللي بتدرس في الجامعه النهارده، في جامعه عين شمس. الجيولوجيا بتاعت جامعه عين شمس النهارده هي اللي انا واخدها، بس خدتها كويس جدا وتعلمت فيها كويس جدا وكملت فيها كويس جدا. لما انا بقيت شاعر انا جيولوجي محترم اقدر اكلم اي واحد في البحر
البحار والمية بتاعتها بتتصرف ازاي والكذا يكلم اي واحد في النخيل والزراعة بتاعته بتعمل ايه والبياخد يعني ايه تربة ويعني ايه يعني ايه كذا او اي واحد بيتكلم على الاكل والتأثير على المعدة الاكل الحاجات اللي بيأكلها بيأكل ايه ما فيها عناصر مختلفة انا فاهم الكلام ده وفاهم الاساسيات فاقدر اتكلم مع اي واحد في اي فيلم فانا في نظري ان الحد ما الواحد ياخد دكتوراه لازم يرتب يركز في الفيلد بتاعه ويبقى احسن واحد في الفيلد ده بس يقدر يتصرف مع اي حاجه في اي شيء. اتفضلي يا حنان. مساء الخير يا دكتور. انا اسمي فرحه في كليه زراعه جامعه عين شمس قسم باي تكنولوجي فرقه اولى. اولا اتشرفت بوجود حضرتك معنا النهارده. انا بس حابه استشير حضرتك استشاره كانت تكون نفسيه شويه. انا من ساعه ثانويه عامه انا كنت حاطه في دماغي فيلد معين بس ما وصلتلوش. بس من ساعتها وانا محبطه وواقفه مكاني ومش عارفه اختار طريق جديد ليا. يعني انا دلوقتي في باي تكنولوجي بس حاسه انا مش مبسوطه. شوفي هذه كتكوت. انا قلت لكم ان انا كنت مرتب اموري كليه وتماما ان انا هبقى جراح مخ مش بس جراح كده. معناها ان انا كنت مرتب اموري ان انا 100% داخل كليه الطب. ما كانش عندي هزار. كان حتى المدرسين بتوع السنه بتوعي في القبه الثانويه كانوا بيقولوا كده لبقيه الشباب فاروق ده هيبقى جراح ممتاز ولا واحد فاروق ما هيبقى طبيب متميز. فانا في نظري انا ما كانش في حاجه تانية. انا هتخرج وهطلع بص هبقى في جراح في الجراحه هبقى متميز جدا ما فيهاش هزار هبقى طبيب من غير ما عمري ما فكرت ان هبقى في اي حاجه تانية. بعدين قالوا لي علوم وبعدين علوم وفيزيولوجيا وصخور وكلام من ده ودي ملهاش دخل بقى بالجراحه ولا الطب خالص. بس عملت ايه؟ ذاكرت وتعلمت كويس جدا وتميزت زي ما كنت هتميز لو كنت هبقى طبيب كنت هتميز. بس انا برضه تميزت بالعلم الجديد اللي انا اتعلمته ده في الفيزيولوجيا. معناها حبيبتي ان الواحد مش ضروري ياخد الفيلد بتاعه ولا هو الحاجه اللي هو بيحبها. لا ان المهم ان الواحد يقول ان انا ده حظي وانا اتربطت في الخيبه اللي انا فيها دي لسبب من الاسباب ما ذاكرتش كويس ما دخلتش كذا ما ينفعش السؤال ده ما ينفعش في الامتحان زي ما اي سبب من الاسباب وانا هو ده اللي قدامي. فانا بما اني انا انسان كويس وبنت متميزه وشاطره مش هخلي حاجه تلخبطني خالص ولا تخربني. انا هو ده اللي هيدهولي لان انا مش قادره مثلا اسرف $40,000 في السنه عشان اروح في الفيلد اللي انا عايزاه في جامعه بره. فانا هو ده اللي انا اقدر اعمله. فانا هذاكر كويس جدا وهبقى احسن واحده في الكليه اللي انا فيها دي واثبت نفسي كويس. وبعدين بعد ما تخرجي ابقي اقري في الحاجات اللي انت بتحبيها ومزمزي فيها وارد ما فيش عيب خالص. انا دلوقتي بقرا في الحاجات بتاعه الطب وصاحبي مجدي يعقوب وبتكلم معاه في الجراحه بتاعه القلب والكلام ده مزاج ده ملوش دخل في التخصص. في احنا عندنا طبعا اسئله لا تنتهي. في اسئله اونلاين وفي معانا في القاعه سؤالين كمان. اتفضل يا حضرتك. سؤال هو مش قال اسمه. بالرغم من ان ناسا تجمع علماء من جميع انحاء العالم كانت شركة سبيس اكس اول شركة فضاء ترسل صاروخ ويرجع مرة اخرى الى الارض. هل هذه معلومة صحيحة فعلا وكيف حدث هذا بالرغم؟ هي ناسا قالت ان احنا هندي فرصة للشركات الامريكية انها تعمل مشاريع فضائية لانه بيشتغلوا على الحكاية من زمان قوي من حتى من ايام ابولو. الناس خارج الحكومة الامريكية بيقولوا احنا ما دام المعلومات دي موجوده ولو ناس ادت لنا المعلومات دي احنا نقدر نعمل شركات احنا ونطلع الناس في الفضاء يعملوا سياحه. ما انا اعمل سياحه في الفضاء اعمل حتى سياحيه تقعد تلفلف حوالين الارض والناس تدفع لها زي ما تدفع ان شاء الله يا رب $1,000,000 عشان تلف على الفضاء. فالمهم ان ده وارد وده مش عيب وده حاجه كويسه وان ناسا كانت عارفه الكلام ده وكانت بتعمل له لانه هو ده المفروض انه يتعمل. في امريكا كل حاجه بتتعمل كده. الامريكا الحكومه بتصرف مصاريف كتير جدا في شيء ما وبعدين تروح فتح المجال لاي شركات تقدر تستخدم ده شغلتها. ليه؟ بيقولوا عشان اللي احنا عملناه ده عملناه بفلوس الضرائب. احنا خدنا ضرائب منكم عشان نعمل دي معناها ان دي احنا عملناها بفلوسكم. ف
فخلاص احنا ما لو نجحنا هنعمل مكتب، هو كان اسمه كان مكتب تعريف تعريف العامة عن نتائج أبحاث ناس. كل أسبوع لازم يعملوا منشور لكل الحاجات اللي ناسا ومراكزها عملتها ونجحت أو ما نفعتش، وانشروها عشان الناس اللي عايزة تعمل شركات في الزي في المستقبل في الحاجات دي تبقى عندها المعلومات دي. ليه؟ لأن الحكومة صرفت القصة على بتاعة أبولو دي من الضرائب اللي بتجمعها من الناس، يعني الناس هم اللي دافعين الفلوس دي، فالناس لها الحق انها تستفيد من نتائج أبولو، ولو عايزين يعملوا رحلات هم ويكسبوا على عين الراس، لان دي معموله بفلوسهم. بعد حضرتك في الدكتوره قدام، فبعدها حد يجيب الميكروفون. اتفضلي يا مساء الخير يا دكتور، مع حضرتك مارينا حلمي، فرقه ثانيه باي تكنولوجي زراعة عين شمس. كنت عاوزة أخد من خبرة حضرتك جزء بسيط خالص، بس في سؤال في أي شغل عامة، لو أنا حاطة تارجت معين ابتدائي بالنسبة لي في شغلي بعد كده، بيكونوا طالبين at least 2 years experience ولغاية 5 years وممكن أكتر كمان، فأنا فرقة تانية فلسه ما عنديش الاكسبرينس الكافية دي، في نفس الوقت محتاجة يكون عندي اكسبرينس عشان أعرف أشتغل بعد كده، فأنا مش عارفة أعمل إيه. لا لا لا، خليك ما يهمكيش، الاكسبيرينس بتيجي بعدين، ما يهمكيش. كل ما هو تحتاجيه ان انت تذاكري كويس جدا وتاخد شهاده، يعني الايز في الكورسز بتاعتك اكبر كلما قدرتي او كلما استطعتي، ايز او بيز بلس مثلا، فالمهم عشان يبقى يبان ان انت متميزه في عملك. التميز في العمل ده زي التميز في الدراسه والتميز في جمع العلم والمعرفه يساوي التميز في العلم في العمل. الناس بتدور على ناس كانت الدرجات بتاعت الجامعه فيها عاليه، فخلي بالك ان دي مهمه جدا ان انت تاخد درجات عاليه، ذاكري كويس عشان تاخد درجات عاليه، لان هو ده اللي هيخليك تقدري تختاري الحاجه اللي تيجي على مزاجك في العمل، فده مش عيب ابدا. فكملي وذاكري كويس، خد الدرجات اكتر ما يمكن، وما يهمكيش ان انت ما تعرفيش ايه اللي هيحصل مستقبلا ولا هتقدر تشتغل في الشغلانه دي ولا لا. بس انا الحقيقه مبسوط قوي ان في ناس كتير جدا من كليه الزراعه بتسال، يعني في نشاط كويس جدا جدا من كليه الزراعه. فاذا كان ده الحكايه، ازاي احنا ما بنقدرش ناكل نفسنا يا ابناء يا وزاره يا شباب كليات الزراعه في مصر؟ فين الشغل بتاعكم؟ ازاي تعملوا لنا مخطط ازاي ناكل نفسنا؟ مش ضروري نستلف من بره عشان ناكل نفسنا. انتوا كنا احنا طول عمرنا كنا بناكل نفسنا وكنا بناكل جيراننا. يعني كانت السعوديه نفسها كانت بتستخدم، بنبعت لها المحمل على ايامي، قبلنا كده كانت الرومان امباير كانت بتعيش على القمح بتاع مصر وكذا، فاحنا كنا زمان بناكل نفسنا ونفيد، وكنا بندي هدايا ببلاش لناس في المملكه العربيه السعوديه، في الهند، كنا بنبعت في اوروبا كلها كنا بنبعت. فازاي ان احنا النهارده بنستلف من البنوك عشان نشتري قمح؟ فانتوا ما دام عندنا هنا شبيبه في كليه الزراعه كده، ازاي انتوا ما تعملوش مجموعه كده، جمعيه علميه تقول كيف سوف نؤكل نفسنا؟ اعملوا جمعيه اسمها هناكل نفسنا، ما انتوا بتوع الزراعه انتوا اللي بتاكلونا، اعملوا جمعيه كده تقول ناكل نفسنا. دكتور معلش اخر حاجه، انا بس حابه ابدي اعجابي وشرفي الكبير جدا ان انا بتكلم مع استاذ عظيم جدا زي حضرتك، شكرا جدا. الله يكرمك يا حبيبتي، شكرا لك. السلام عليكم يا دكتور فاروق. السلام ورحمه الله وبركاته. دعاء حمدي، مدرس في كليه صيدله جامعه عين شمس. الحقيقه يعني تسمح لي اعمل بس ريفلكشن على النقطه الخامسه بتاعت حضرتك، وابادر حضرتك بالمثل بدل من تشجيع الشباب، لكن بشكر حضرتك فعلا على التوك بتاعت النهارده. حضرتك ليك زي طاقه ايجابيه كده او بوزيتيف انرجي هاله فعلا موجوده، انا حسيتها وانا مش شايفه حضرتك فيزيكالي، مجرد الاونلاين ميتنج ده انا حسيت بيه فعلا، فبالفعل بشكر حضرتك فعلا.
وعايزة أشكر حضرتك جدا. يعني أنا بنتي الحقيقة شرفت بلقاء حضرتك من أكتر من 5 سنين، هي طالبة في مدارس النيل المصرية فرع العبور، وشرفت بلقاء حضرتك فعلا فيزيكالي، وبتتكلم على الميتنج ده من 5 سنين. فأنا النهاردة مجرد أونلاين، أنا فعلا حسيت مش مجرد بالنولج بتاعت حضرتك العلمية، لكن حضرتك كلامك فعلا لمس قلبي، وأكيد كل الناس الحاضرين التوك سواء في القاعة أو عن طريق الأونلاين. فبشكر حضرتك وبتمنى فعلا حضرتك تشرفنا فيزيكلي في جامعة عين شمس إن شاء الله لو ظروف حضرتك تسمح. يعني شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك ويدي تعظيم سلام لبنتك اللي لسه فاكرة الاجتماع بتاعتنا معها هناك في مدرسة النيل. معلش أستاذ الدكتور فاروق، هتبقى بنت عائلة دي، خليها دي تبقى عظيمة، تبقى وزيرة دي في يوم من الأيام. معلش أنا ليا سؤال أخير لحضرتك، بس أنا مش عارفة المفروض أسأله ولا لا. هل النقاط اللي حضرتك قلتها what is applied في الناسا is it applicable عندنا هنا عشان نوصل لكده؟ Of course applicable in any event أو any، لو عندك أي شغلة عايزة تعمليها ديا، كل دي مهمة جدا. أنت عايزة تبني، قولي عايزة تفتحي مطعم، خلينا نقول فانت تقول هاي اعمل مطعم، انا اختار مؤسسة، هتقول هاي اعمل مطعم ايه، يا ترى البنات الناس في الحتة دي هاكلوا ايه. طب نشوف كده، نسأل كده الناس بيحبوا ايه في الكلام. تحديد وقت محدد نمرة 2، تقول طب المطعم ده هنفتحه امتى يا ترى، هنفتحه لو فتحناه هنفتحه في الربيع ولا في الصيف ولا في الشتاء، احسن وقت في الفتح البتاع ده ايه، تحديد الوقت. 3، إدارة المؤسسة، أنا لما فتحت المطعم ده هو أنا عايز حد يدير المطعم ولا يبقى الطباخ الأساسي هو اللي يبقى رئيس المؤسسة، ولا أعملها إزاي يعني. من 4، دعم الشباب، أنا مين اللي حمشي المطعم، هو شوية شباب، ما هو لازم حد هيخدمه حد هيعمل حد، فلازم هنجيب الشباب ونعلمهم كويس وندربهم قوي ونخليهم كذا. وبعدين 5، كل تقدير التميز، كل ما أشوف حد الناس اللي مبسوطه منه قوي، العملاء بيجوا بيشتروه وبيدلوا تيب كبيره وبيعمل كذا، تقول برافو عليك الفلان الفلاني، انت هتبقى كذا وهتبقى المسؤول عن مجموعه الشباب اللي بيدعموا هنا، بعدين هتبقى ان شاء الله هيبقى لك مكانه في المطعم ده بعدين. يعني اي مؤسسه، اي حاجه بتتعمل في اي حته في الدنيا، رئيس دوله، رئيس مطعم، رئيس مؤسسة، هي كلها هتختار المؤسسة ازاي، هتحدد وقت محدد عشان تعمل تبتدي، هتعمل إدارة المؤسسة ازاي، تدعم الشباب اللي هيجوا معاك، وتقدير الشبيبة اللي يعملوا حاجة كويسة، تقدير التميز. هم دول في نظري، أنا بقولها ليه، لأن في نظري دي الخمس نقاط اللي هتقول لك يا رئيس دولة، يا صاحب مصنع، يا راجل بتبيع طعمية في الشارع، كل أي شغل بتعمله. الخمس حاجات اللي أنا شفتها في ناسا دي، والسبب في رخاء ناسا وقدر الرخاء، وإن أمريكا وصلت قبل الروس بعدما كانوا الروس سبقينها بثلاث سنين، ثلاث سنين يعني قبل ما تبتدي ناسا كانت 57، لما كانت روسيا سبقهم بكتير قوي، لو كنا قلنا على 69 من 53 ل 69، بس كانت روسيا سابقة وكان عندها كده، وبعدين ناسا رتبت أمورها صح. وأنا في نظري ما كانوش بيعملوا كده بالحاجات اللي أنا بتكلم عليها، لكن ده من نظري أنا من ملاحظاتي عن أسباب نجاح ناسا، مع أن أمريكا كانت خربانة وروسيا كانت سابقاها، من ملاحظاتي، لأن أنا كنت بشتغل عدة سنوات يعني 6 سنين في إدارة ناسا، أنا بصيت في الموضوع وشفت أن النجاح بتاعهم كان ناتج عن الخمس نقاط دي، ده من ملاحظاتي انا الشخصيه. 5 نقاط: اختيار المؤسسه، تعديل الوقت، اداره المؤسسه، دعم الشباب، تقدير التميز. هم دول. وبعدين قلت لنفسي لو انا وزير تجاره في مصر، وزير زراعه في مصر، لو كنت رئيس شركه في مصر، لو كنت بياع طعميه في مصر، انا الخمس حاجات دي هي الاساسيات اللي تخليني انجح فيها نجاح باهر، ما فيش غيرها. أنا طبعاً حديث حضرتك والأسئلة لا تنتهي، ولكن للأسف كل شيء لازم ينتهي في وقت معين. إحنا بنشكرك جداً جداً، سعدنا بوجود حضرتك معنا، ونتمنى في مصر تشرفنا يعني يبقى لقاء فيس تو فيس، يعني نستمتع بالكلام مع حضرتك يعني. إن شاء الله مسعد جداً. شكراً.
شكرا وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. شكرا. نشكر حضراتكم، حديث ممتع طبعا، كنا نحب يمتد ويمتد بس يجب ان ينتهي. شكرا لكم جميعا.